فيضانات الموت، هكذا وصفت الصحافة الألمانية الكارثة الطبيعية التي تضرب غرب ألمانيا وأجزاء من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بعد هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق. الفيضانات زرعت الرعب بين السكان الذين فوجئوا بكمية المياه وغزارتها. الكارثة تسببت حتى الآن في مقتل 93 شخصاً على الأقل ومئات المفقودين عدا الأضرار المادية. فرق الطوارئ الألمانية لا تزال تبحث عن مئات الأشخاص المفقودين، مما يرجح ارتفاع عدد القتلى خاصة في مقاطعات شمال الراين. وزير الداخلية الإقليمي تمنى أن يكون عدد القتلى أقل من عدد المفقودين بسبب تعطل شبكات الهاتف، فيما عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خشيتها من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة. وأبدت ميركل تعاطفها من واشنطن، حيث تقوم بزيارة للولايات المتحدة مع أهالي المفقودين قائلة: قلبي مع كل الأشخاص الذين فقدوا أحباء لهم في هذه الكارثة والقلقين بشأن مصير أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وأوضحت أن حكومتها لن تترك المتضررين وحدهم في معاناتهم، مضيفة أنها تبذل قصارى جهدها لمساعدتهم في محنتهم. هل لديكم أقارب أو معارف في مناطق الكارثة؟ كيف تتواصلون معهم؟